اذهب للاستاذ ابو بكر بديب. استاذ ابو بكر، الدكتور عمرو قال جمله مهمه، هو قال انه يبدو انه السياسيين الغربيين لا يهتموا بهذا التلويح او بهذا التهديد او لا ياخذونه على محمل الجد، هل هذا صحيح؟ واذا كان صحيح لماذا في رايك؟ يعني في الوقت الذي تلوح فيه روسيا باستخدام النووي وتضع أسلحة نووية في بيلاروسيا مثلا، تعلن واشنطن أنها ستمد كييف بذخائر عنقودية ومقاتلات F-16 وأمور تعترض عليها روسيا اعتراض كلي، ما رأيك في هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن جزء كبير من هذه الرواية صحيح، ولكن بسبب بأنه الكثير من الدول الأوروبية تدرك حجم الاستنزاف الواقع في موسكو اليوم، ويدركوا حجم التباين والمأزق المربك الذي يمر به بوتين اليوم لترتيب صفوفه الداخلية، وبالتالي هم يسيرون في اتجاهين. الاتجاه الأول، لا يريدون أن يعني يطبقوا الخناق على بوتين حتى لا تنعدم خياراته، وبالتالي يلجأ إلى خيارات معدومة مثل استخدام سلاح تكتيكي في أوكرانيا تحديدا. في الجانب الآخر، هم يدركوا بأنه بوتين يقرأ استراتيجية مطلقة على مستوى العالم، بأنه اليوم يرسل صواريخ تكتيكية نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، يحاول قدر الإمكان أن يقابل حقيقة ما هو موجود على أرض الواقع. لا ننسى أنه أمريكا لديها 200 صاروخ تكتيكي متواجد في 6 دول أوروبية هي عضو في الناتو، وبالتالي حالة التوازن الذي يحاول أن يخلقها بوتين، يعني سموها يعني تسمى في العقيدة الروسية تسمى التصعيد لنزع التصعيد تحديدا. هذه التباين أو هذه المقاربة الذي يحاول أن يحققها بوتين، يحاول قدر الإمكان أن يظهر للجميع بأنه ما زال يملك خيارات متعددة، ليست فقط بمناورة التهديد والضغط النفسي والمعنوي المتعلق باستخدام السلاح النووي التكتيكي على بوجه التحديد، ولكننا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار نقطة غاية في الأهمية، أنه ميدفيديف الرئيس الروسي السابق والذي يشغل اليوم نائب مجلس الأمن القومي الروسي، قال منذ أشهر تصريح مهم جدا، أنه لو لم نكن نحن المستخدمي السلاح النووي في الأول، لن نستطيع استخدامه في إطار الردع المقابل. فبالتالي هذه نقطة مهمة جدا، بأن روسيا تضع في أولوياتها إذا ضاق الخناق عليها، إذا أدركت أنها ستخسر الكثير، يمكن أن تستخدم المزيد من الضغط والمناورة فيما يتعلق باستخدام السلاح النووي، وأيضا يمكن أن يعني أنا أتصور أنه في لحظات الحروب لا يمكن حساب كثير من تقدير كثير من الحسابات، وبالتالي يمكن أن يفضي إلى التلويح باستخدام هذه الأسلحة على وجه الخصوص في مناطق مختلفة في العمق الأوكراني.